يا هلا دكتور، على راحتك. يا ياسر جبار، انتهى هذا الرجل من تقديم شكوى إلى وزارة الداخلية، مستثمرا فتح أبوابها أمام المواطنين يوما واحدا من كل أسبوع للاستماع إلى شكواهم. يجلس الفريق عبد الخالق البدري مدير مكتب وزير الداخلية إلى هذه الطاولة في اليوم المخصص للقاء المواطنين والمنتسبين، فيستمع إلى شكاوى كثيرة تخص واحدة من أكبر وزارات العراق وأكثرها تداخلا مع تهم الفساد والإهمال والتسييس في مراحل عديدة من عمر العملية السياسية. نحو مليون منتسب يعمل في هذه الوزارة، ما يجعل مهمة إدارتها بالغة التعقيد ويزيد من حجم المشكلات الأمنية والاستخبارية والتنفيذية التي تقع ضمن مسؤوليتها. ويكون هناك اتصال مباشر في سبيل تجاوز الروتين وتجاوز العقبات الموجودة من خلال اتصال بالسادة الوكلاء، السادة القادة، وكذلك المدراء العامون وجميع مفاصل وزارة الداخلية. وباعتبار الوزارة من أكبر الوزارات الموجودة، باعتبارها وزارة قتالية، أمنية، خدمية، استخبارية، اجتماعية، فترى كثرة المعاملات الموجودة وكثرة الطلبات وكثرة التوافد على هذه الوزارة، فراح أعطيهم مرقة وباش يجوك إن شاء الله ساعة 10 تتفهم الحالة الموجودة عندهم وتبسط لهم الإجراء. خارج هذه الأسوار قد لا يجد المواطن بابا مفتوحا يستقبل شكواه بحق الضباط أو الموظفين الفاسدين أو المقصرين، لكنه يأمل هنا بأن يجد آذانا صاغية، ولا سيما أن الوزير يحاول الاستفادة من مكتب الشكاوى هذا لحصر السلبيات الكثيرة والسيطرة عليها. أنا اشتكيت على ضباط اثنين، هاي الدعوات على ضباط اثنين مسندة، يعني طبعا كلها حسب الأوراق اللي عندنا موجودة، ويعني صار 3 سنوات ونصف. هسه هنا قالوا لي تعامل كلش لطيف والحمد لله، جيت اليوم وقابلت والأمور كلها سهلة والحمد لله. عليكم السلام. الكادر المتقدم في وزارة الداخلية أبلغ يو تي في بأن نافذة الشكاوى مفتوحة للجميع على ضباط الوزارة ومنتسبيها، موضحين أن عقوبات قانونية صارمة تنتظر من يثبت تقصيرهم أو تورطهم في أعمال خارجة عن القانون. من بغداد، أحمد مؤيد، يو تي في.